تعقد لجان الحوار الوطني غدا جلسات حول بعض قضايا المحور المجتمعي بمشاركه ممثلي الاحزاب والقوى السياسيه. تعقد اللجان اربع جلسات تخصص جلستان منها لمناقشه قضايا الولايه والوصايه على المال والجلستان الاخريان لمناقشه قضايا الهويه الوطنيه. كانت لجان الحوار الوطني قد عقدت بالامس جلسات حول بعض قضايا المحور الاقتصادي حيث ناقشت قضايا برامج الحمايه الاجتماعيه وصياغه الخريطه السياحيه لمصر كما ناقشت ايضا لجان المحور السياسي الاحد الماضي النظام الانتخابي لمجلس النواب والحريات العامه فضلا عن دور الجمعيات التعاونيه في تحقيق اهداف التنميه المستدامه